So welcome everybody to the keynote opening. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذه الجلسة الافتتاحية الرئيسية لأمزلاب 2019. أعرف أنكم منهكون، أنتم هنا منذ 8 صباحا، ولكن آمل أنكم مازلتم متحمسين للاستماع إلى المزيد حول موضوع التربية الإعلامية والحراك الاجتماعي. سنتكلم الآن عن تعزيز الحريات الإعلامية والعدالة الاجتماعية. سوف أعرف عن ضيوفي بعد قليل، أعطي كل 10 دقائق لمناقشة الموضوع قبل أن نفتح المجال أمام الأسئلة والإجابات. إلى يساري سعادة السفيرة إيمانويلا موغو. لقد تمرنت لمدة 15 دقيقة على هذا الاسم. إذن هي السفيرة الكندية في لبنان، هي عملت في الأمم المتحدة في قسم الأعمال، وكانت نائبة الرئيس المسؤول عن العلاقات مع الإعلام وعن التواصل في أفغانستان في فرقة العمل الخاصة بأفغانستان. إذن إنها واحدة منا، لقد درست الإعلام في الجامعة وهي مسؤولة إعلامية كانت في السابق. سعادة السفير كريس رامبلينغ هو السفير البريطاني في لبنان. قبل توليه هذا المنصب كان الممثل الدائم لبريطانيا في اللجنة الأوروبية حول الدفاع الخارجي والعلاقات الخارجية. هو أيضا خبير في الشرق الأوسط، وكان رئيس بعثة في عمان. أيضا لدينا الكثير هنا من المشاركين من الأردن، أيضا هنا لعلكم تعرفونه. لدينا أيضا أيمن مهنا، وهو المدير التنفيذي لمؤسسة أمير قصير، وهو أحد أكبر مناصري حرية التعبير، وهو أيضا ناشط في الحراك، وهو صديق لي شخصيا وللأيو، هو الذي ساهم في إطلاق عمل الرقابة في لبنان وبالتعاون مع صحفيين بلا حدود. هو عمل أيضا مع المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية. سوف نناقش موضوع تعزيز الحريات الإعلامية والعدالة الاجتماعية. لقد تكلمنا الكثير عن العدالة الاجتماعية في البداية وعن دور التربية الإعلامية وأهمية هذه المواضيع. سوف أبدأ معك سعادة السفيرة لكي تتكلم عن هذا الموضوع. هل تسمعونني؟ ممتاز. صحيح أنني درست الصحافة، ولكن درست الصحافة في وقت كنت أستخدم فيه التقنيات القديمة جدا، ولذلك ما زلت لا أعرف إذا كان هذا الميكروفون شغال أم لا. أنا مسرورة بوجودي هنا مع نظيري السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلينغ. أنا مسرورة بوجودي في أمزلاب 2019 في بيروت. التربية الإعلامية مهمة جدا في وقت نرى فيه هذه الملاحقات بحق الصحفيين، هذا التضييق على حرية الإعلام والصحافة. لعلكم سوف تناقشون هذه المواضيع خلال أمزلاب. نحن نعتبر أن هذه الجهود التي تبذلونها مهمة جدا. اليوم نحن لدينا فرصة لكي نفكر في موضوع حرية التعبير، الحرية الإعلامية، التنوع والمحاسبة والمطالبة بالشفافية من قبل الحكومات وحماية دولة القانون وحكم القانون وتعزيز الديمقراطية. حرية الصحافة وحرية التعبير هما في أساس الكثير من النصوص الدولية، لا سيما المادة 19 من الإعلان عن حقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ونحن كبلد، نحن في كندا، نؤمن عميق الإيمان بأهمية الحرية الإعلامية، ونعتبر أن الحرية الإعلامية وحرية الصحافة هي في أساس أي مجتمع ديمقراطي، لا سيما لمناصرة حقوق الإنسان وحرية الإنسان. ونعرف أن هذه الحريات اليوم معرضة للخطر. تعرفون وأنتم تعملون على الأرض كصحفيين كل التحديات، هناك إحصاءات مخيفة، هناك 54 صحفيا قتلوا في عام 2018 وهم يمارسون عملهم المهني، وأكثر من 250 صحفي سجنوا بسبب أيضا عملهم.
نحن نعرف أن عددا كبيرا منهم وأن معظم الناس سجنوا في تركيا، في العربية السعودية، في الصين، وهذه الظاهرة نتكلم عنها تطال كل العالم، ليست بظاهرة خاصة بمنطقة واحدة في العالم. فهناك هذا التراجع في الحريات في كل البلدان، وطبعا هنا في لبنان يمكن أن نقول إن هناك مستويات مرتفعة من الحرية العالمية وحرية الصحافة، وقد يكون لبنان مثالا للمنطقة بأسرها، ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أن المشهد الإعلامي يتغير بشكل سريع جدا. وأنا هنا أشير إلى وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل الاجتماعي، عندما نتكلم عن حرية التعبير وعن حق المواطنين بالحصول على المعلومات، من المهم أيضا أن نفكر في الواجبات التي تترافق مع هذه الحرية، وهذه الواجبات تكتسي أهمية أكبر وأكبر. أود أن أتكلم أولا عن واجب كل صحفي بأن ينتج معلومات ومحتوى ذي جودة عالية واحترام أخلاقيات المهنة، التحقق من المعلومات المنشورة. هذا يعني أيضا أن نحصل على مصادر متنوعة، إذا أن نتأكد من المعلومة عينها من مصادر عدة. أنا مثلا لما أقرأ مقالا معينا أفكر دائما في الموارد أو المصادر التي استخدمها كتب المقالة، هل مثلا تم إجراء مقابلات مع المعنيين، مع الشباب، مع النساء، مع أشخاص محددين، مع مجموعات محددة. هذا هو واجبنا الأول. الواجب الثاني هو واجبنا كمواطنين، وهذا هو في صلب التربية الإعلامية. نحن نعيش في عالم يجب أن نكون فيه واعين جدا للمعلومات التي نستقيها ونستخدمها لكي نتخذ قراراتنا اليومية. عندما كنت أدرس الصحافة كان أستاذي، هو كان لبنانيا، اكتشفت ذلك مؤخرا، إذا كان يقول لي ويقول لنا في الصف، ونحن كنا في 18 و 19 من العمر، اقرأوا كل شيء، اقرأوا كل ما يقع تحت أيديكم، تحت نظريكم، حتى الأمور وخاصة الأمور التي لا توافقونها الرأي. نحن يمكننا أن نقرأ كل المعلومات ونقرر ما هي المعلومات التي تندرج في إطار قيمنا وتلك التي لا تندرج في إطار قيمنا، من هم الأشخاص الذين يفكرون مثلنا والذين لا يفكرون مثلنا. وهذا يحصل في بعض الأحيان بشكل خاطئ. نحن مثلا قد يكون لدينا أفكار مسبقة عن بعض الأشخاص أو عن الأمور، قد مثلا نعتبر أننا نواصل موضوع البيئة ولا نقرأ سوى المقالات البيئية، أو لا نقرأ سوى مقالات الأشخاص الذين يناصروننا، ونعتبر أن الآخرين لا يحترمون رأينا، ونحن نكون مقصرين في واجباتنا إذا أننا لا نقرأ كل شيء. الموضوع الثالث هو خطاب الكراهية. لا يجب في أي حالة من الأحيان أن تتخطى الحريات الإعلامية حدودها. هناك خط أحمر هو الحث على الكراهية والحقد والتحريض. يجب أن يكون هدف الصحفي الأول هو المساهمة في نشر الوعي في المجتمع بين المواطنين، ولكي نتمكن من أن نقوم بذلك علينا كصحفيين أو على الصحفيين أن يحرصوا على عدم التحريض ضد المجموعات الأخرى وعدم بث الحقد ضد المجموعات الأخرى. يجب أن يكافح كل صحفي خطاب الكراهية، عدم التحريض على الكراهية، فهذا قد يودي بنا إلى عواقب لا تحمد عقباها. ولذلك علينا أن نعرف أين نرسم الخطوط الحمراء بين حريات التعبير وبين خطاب الكراهية. في الوقت عيني نحن بحاجة إلى حماية الأشخاص والمجموعات الأكثر تهميشا وضعفا في المجتمعات ضد خطاب يمكن أن يعرض حياتهم للخطر، حتى أن بعضهم قد يقتلون بسبب خطاب الكراهية. هذه هي الواجبات التي تترافق من وجهة نظري مع حريات الإعلام. هذا هو الحق في الحصول على المعلومات، حق في الحصول على معلومات ذات جودة عالية.
وفي إطار الالتزام بتعزيز الحريات الإعلامية، نحن في كندا أطلقنا شراكة مع المملكة المتحدة وسفير الخارج سفيرة الخارج وزيرة الخارجية عفوا في كندا ووزير الخارجية في بريطانيا، أطلق مبادرة لحماية الحريات الإعلامية، وقد جرى صفايش استضافة مؤتمر في لندن الشهر المقبل من أجل إيجاد طرق لمكافحة الشائعات والشائعات المعلومات الخاطئة والإساءة. سوف يجمع هذا المؤتمر الحكومات والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني وفاعلين آخرين في المجال، سوف يناقش كل هؤلاء الطرق الآيلة إلى تعزيز الحرية الإعلامية وحماية الصحفيين ومنع الشائعات ونشر الأخبار الخاطئة. نحن على قناعة في كندا أن وسائل الإعلام تلعب دورا أساسيا في الدفاع عن الحريات وعن الحقيقة. على الصحفيين أن يتمكنوا من أن ينقلوا كل الأخبار بشكل حر وبشكل مستقل. نأمل أن يكون هذا المؤتمر في تموز يوليو الذي سوف يعقد في لندن، ونأمل أن يكون المؤتمر اليوم سوف يسيان أرضية مشتركة لتعزيز الحريات الإعلامية، ونأمل أن نمضي قدما نحو تحقيق أهدافنا، والهدف الأسمى هو حرية الصحافة وتعزيز الصحافة الحرة والمستقلة ومشاركة الصحفيين في تعزيز هذه القيم في مجتمعاتهم. شكرا. شكرا. لقد تكلمت إيمانويل عن الكثير من الأمور التي أردت أن أتكلم عنها، لذلك لن أكررها، ولكن سوف أضيف إلى ما قالته. هذا الموضوع مهم جدا، ومن الضروري في بعض الأحيان نكرر بعض الأمور حتى لو كانت مسلمات. فيما يتعلق بالموضوع الذي نناقشه اليوم، أهمية التربية الإعلامية والرقمية، وأنا أطلع طبعا إلى أسئلتكم جميعا. أولا، أعتبر أن هذا الموضوع موضوع مهم جدا، ونعرف أن الحرية الإعلامية وحرية التعبير هي من أسس الحريات وحقوق الإنسان، ولكن المسألة ترتبط فقط بالحقوق بل أيضا بازدهار المجتمعات، فحرية التعبير تؤدي إلى ازدهار المجتمعات ولتقدمها، وحرية الصحافة بالإضافة إلى إمكانية نشر نشر القصص، نقل الأخبار والسعي للحصول على الحقيقة، كلها في أساس أي تطور ناجح لأي مجتمع ديمقراطي. نحن يمكننا جميعا أن نساهم في إرساء هذه الأسس. طبعا نحن نعيش في عالم باتت فيه الأخبار الشائعة، الشائعات والأخبار الخاطئة أو الفيك نيوز منتشرة، وهذه الأخبار تسعى إلى تضليل الرأي العام، وبات يمكن لأي شخص أن يعبر عن رأيه بفضل المنصات المختلفة التي يمكن للأشخاص التعبير عن أنفسهم من خلالها. وتماما كما قالت إيمانويل، نحن نعيش في عالم يواجه فيه الصحفيون مخاطر كثيرة ومشاكل كثيرة، ففي سوريا وفي أماكن أخرى في العالم تعرض الصحفيون لإطلاق النار، وحتى في لندن تعرضت صحفية لإطلاق النار في إيرلندا الشمالية. كل هؤلاء الأشخاص، كل هؤلاء الصحفيين يخاطرون، يغامرون بحياتهم ويخاطرون من أجل نقل المعلومات لنا. منذ أسابيع لا أعرف ما إذا كنتم قد سمعتم بمهرجان السينما، عرض فيلم مجانين في حلب في هذا المهرجان،
وهذا الفيلم يظهر شابا أخذ آلة تصوير داخل المستشفى في حلب تحت القصف وعلى الرغم من كل ما كان يحصل من الحرب، وقد أظهر ذلك التزامه بنقل الحقيقة، بنقل القصص وبإظهارها وتسلط الضوء عليها. كما قالت إيمانويل وزير خارجيتنا ووزير خارجية كندا أطلق حملة للدفاع عن حرية الصحافة وحرية الإعلام حول العالم، وسوف يعقد المؤتمر الشهر المقبل في بريطانيا. هذا المؤتمر ليس غاية بل هو وسيلة تسمح لنا بأن نجتمع لنناقش هذا الموضوع المهم، وهذا المؤتمر سوف يسمح لنا أيضا بأن ننظر في التقنيات المختلفة التي يمكن اعتمادها. أمل كلوني وهي من أصل لبناني وهي المبعوثة الخاصة بالحرية الإعلامية سوف تتكلم أيضا خلال هذا المؤتمر، وسوف يكون هناك جلسة قانونية مخصصة لبحث موضوع الإساءة بحق الصحفيين. فيما يتعلق بموضوع أهمية الإعلام، التربية الإعلامية والرقمية، لا يسعنا سوى أن نتكلم عن المساحة الأكبر التي باتت متاحة للناس من أجل نشر أخبارهم، ولكن هذا بات يطرح تحديا أكبر على الصحفيين. فهذا يعني أن هناك أشخاص يمكنهم بكل بساطة أن ينشروا قصصهم من دون التحقق من هذه القصص ومن دون التحقق من الوقائع. لذلك في بعض الأحيان تضيع الحقيقة في هذه السراديب، وبالتالي بات الصحفيين يواجهون تحديات أكبر وأكثر من أي وقت مضى. منذ عامين تقريبا توقف طيران فوق أوكرانيا مع أوكرانيا، وقيل حينها أن روسيا تعطلت هذا النظام. روسيا نفت ذلك واعتبرت أن الجيش الأوكراني هو الذي عطل هذا النظام، وهنا بات هناك تحدي دائم لكل الأخبار التي نسمعها. إذا نسمع خبرا من هنا يكذبه شخص آخر من هناك، ويبقى علينا نحن أن نعرف من ما هو إذا أي خبر هو الصحيح وأي خبر هو المضلل أو الخطأ. ومن هنا أهمية إنتاج محتوى ذي قيمة، محتوى موثوق. فأنتم كصحفيين بات لديكم مساحة أكبر للتعبير فيها عن أنفسكم، وبإمكانكم الآن طبعا أن تبرهنوا عن كل قدراتكم وتعليكم أن تتحققوا أكثر من أي وقت مضى من المعلومات قبل نشرها على كل هذه المنصات المتاحة لكم. شكرا. تكلمت سعادة السفيرة وتكلم سعادة السفير أيضا عن الوضع في لبنان أفضل بقليل من المناطق الأخرى، ونحن نغطي سوريا، فلسطين، الأردن والعراق. والأمثلة التي تعطى هنا في لبنان هي أفضل من تلك التي نراها في البلدان المجاورة، ولكن إذا ما كان الوضع بهذا السوء في لبنان كل ما تتخيل لكم أن الوضع سيء في البلدان الأخرى. لبنان يواجه اليوم أحد أكبر التحديات لجهة حرية الإعلام وحرية التعبير. هناك عدد كبير من الانتهاكات التي سجلناها في مؤسسة سمير قصير مركز سكايز منذ حزيران يونيو منذ كانون الثاني يناير 2018. هناك أرقام مخيفة، هناك عدد كبير من الصحفيين والفنانين الذي تم استدعائهم من قبل الشرطة أو مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية أو الأمن العام أو أمن الدولة. هناك 32 قضية رفعت ضد الصحفيين بسبب سوء تفسير لبعض قوانيننا. هناك 18 قضية رقابة على الصحف ومواقع إلكترونية، 15 حالة اعتقال للصحفيين لأكثر من 24 ساعة. هناك أيضا احتجاز لبعض النشطاء في المجتمع المدني.
لقد قام أيضا بعض رجال الشرطة أو بعض رجال الأمن بالتعرض للصحفيين، وهناك تم الحكم على 5 صحفيين بالسجن، هناك 4 صحفيون أيضا وفنانون منعوا الدخول إلى لبنان. تم أيضا التعرض لبعض المتحدثين باسم الوسائل الإعلامية من قبل بعض الأحزاب. كل هذه الأرقام المختصرة والمقتضبة يمكن أن تظهر الصورة التي نشهدها ليس فقط في لبنان ولكن حول العالم، إنها تحدي عالمي. يمكن أن أسلط الضوء هنا على 5 تحديات يواجهها الإعلام في لبنان والعالم. أولاً الإفلات من العقاب، 24 صحفياً قتلوا أو ماتوا منذ الاستقلال في لبنان، 12 من هؤلاء قتلوا بعد نهاية الحرب الأهلية في 1990، ومن بين هؤلاء 24 هناك شخص واحد هو الشخص الذي أطلق النار على كامل الملوة وهو مؤسس دليل السار والحياة، ألقى القبض عليه. إذا شخص واحد فقط ألقى القبض عليه، ونحن نتكلم فقط عن صحفيين قتلوا بل عن مئات ومئات الاعتداءات على الصحفيين من قبل المسؤولين الأمنيين ومن قبل مجموعات لا غير تابعة للدولة. تعرضت الصحفيين ولكن لم تجري ملاحقة أي من المرتكبين، أي من الأشخاص الذين اعتدوا على الصحفيين. تم قتل 55 صحفية من العام الماضي في حول العالم. تم أيضا قتل عدد كبير من النشطاء ولم يجري رفع قضايا ضد المرتكبين سوى في 10% من الحالات على ما أعتقد. هذا إذا ينطبق على عدد كبير من البلدان. في 50% من هذه الحالات لم نرى أي التزام حكومي تجاه تسليط الضوء على ما حصل. التحدي الثاني هو البيئة القانونية. في لبنان تشريعات كثيرة فيها كلمات فضفاضة مثل الحفاظ على الأمن الدولي، التحريض على الشرخ الطائفي، ومثلا إهانة مقام رئاسة الجمهورية. كل هذه التعابير الموجودة في نصوصنا تفسر بشكل مختلف بحسب من يفسرها، ولكن لم نرى أي عضو في حزب قوي أو من الأحزاب الوازنة في الحكومة يتطرق إلى هذا الموضوع. وعادة ما يكون الأشخاص الذين هم ليسوا في الحكومة الذين يتعرضون لتهم أو الذين يتهمون بارتهاك هذه القوانين. على القضاة أيضا حتى أن يأخذوا في الاعتبار موازين القوى في لبنان، لأنهم بحاجة إلى الحكام لكي يتم تعيينهم في مناصبهم كقضاة. إذا حتى في غياب أي ضغط من قبل السياسيين يكون على القضاة دائما أن يأخذوا في الاعتبار المحاصصة أو على الأقل من هو في الحكم اليوم لكي يطلق أحكامهم. التحدي الآخر هو التحول الرقمي. اليوم بدنا نسأل كيف يمكن أن نكون فيه أحرار في وقت نتعرف فيه المؤسسات الأمنية ومنصات التواصل الاجتماعي عن معلومات حولنا أكثر من المقربين إلينا. هذا لا يقتصر فقط على لبنان، علما أن لبنان يواجه مشاكل في هذا المجال. فليس لدينا من إطار قانوني واضح يحدد ما يمكن أن نقوم به، كيف يمكن التصرف بالبيانات، من يمكن أن مع البيانات في أي وقت، أين يتم حفظ هذه البيانات، هل أن الخوادم المستخدمة لتحفيظ البيانات آمنة أم لا، كيف وفي أي حالات تستخدم البيانات، متى تتلف هذه البيانات. كلها أسئلة ليس لدينا إجابة عليها لأن قوانيننا مبهمة. كيف نحمي مصادر المعلومات للصحفيين؟ هل يمكن مثلا لشركات التأمين مثلا أن تقرر ما هي أقساط التأمين التي يجب أن تفرضها علي انطلاقا من صورة إنستغرام الخاصة بي التي أضعها؟ هناك فضيحتان حصلتا في لبنان خلال العامين الماضيين وهي قضية التجسس على هواتفنا أو على هواتف الدبلوماسيين والناشطين في المجتمع المدني والمحامين،
وقد تم جمع هذه البيانات من خلال نظام واي فاي غير آمن متصل بمبنى الأمن العام، سواء كان الأمن العام رسميا منخرطاً بهذا أم لا لا نعرف، وقضية ثانية قضية زياد عيتاني، فهناك أحد الضباط التي فبركت ملفا لزياد عيتاني لكي يلقى القبض عليه. إذا ليس هناك تغطية كافية لهاتين القضيتين، ليس هناك مساءلة أو محاسبة للأشخاص المسؤولين عن كل هذه الارتكابات. هناك أيضا تحدي اقتصادي، لا يمكن لوسائل الإعلام أن تكون حرة تماما إن لم تكن مستقلة تماما، وطالما أنه ليس هناك شفافية حول من يمتلك وسائل الإعلام ومن يمول وسائل الإعلام، لن نتمكن أبدا من أن يكون لدينا وسائل إعلام مستقلة. علينا أن نعرف من فعلا يمتلك الوسائل الإعلامية الأهم أو الأبرز في لبنان، ولكن الأهم هو أنه في لبنان وفي أماكن أخرى في العالم لم نجد بعد نموذج الأعمال الأمثل لوسائل الإعلام. هناك السفير المستقبل، اتحاد البلد والأنوار وكل هذه الصحف التي أقفلت أبوابها، وحتى هناك تأخير كبير في دفع حتى المعاشات الخاصة بالصحفيين العاملين في وسائل الإعلام، وطبعا وسائل الإعلام تسعى دائما إلى عدم الحق الضرر بالرؤساء وبالمساهمين الكبار في وسائل الإعلام. هذا لا ينطبق فقط على لبنان، ففي كل مكان حول العالم بات النساء كثيرا الحفاظ على وسائل الإعلام التقليدية بسبب المنافسة من قبل وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن هناك أمثلة مبتكرة كثيرة تستخدم فيها التكنولوجيات لفهم كيف يقرأ الناس الأخبار وكيف يستلكون الأخبار لكي يجدوا حلولا. نحن في المنطقة علينا أن نكون جزءا من هذا الحوار. كيف يمكن لنا نحن العاملين في هذا المجال، كيف يمكننا أيضا أن نعمل مع المستثمرين لإطلاق الأفكار الخلاقة؟ من المهم أن نعرف أن الاستثمار في مجال وسائل الإعلام التقليدية متدني. هناك 50 مليون دولار في العام فقط خصص مثلا للتطور والتطوير الإعلامي، ومنها نسبة قليلة جدا للتربية الإعلامية والرقمية. هناك شركة في بيلاروسيا مثلا، هناك الكثير من النماذج التي يمكن أن نستند إليها في بيلاروسيا وفي بلدان أخرى، ولكن يبقى علينا أن نبذل جهدا أكبر. هناك أخيرا التحدي السياسي، حرية التعبير هي موضوع نناقشه اليوم في إطار سياسي ملوث بالمعلومات الخاطئة. هناك طبعا سعي إلى تمويل الحملات الإعلامية لمكافحة التضليل والشائعات ونشر الشائعات. كل هذه المشاريع مهمة، ولكن لن تصل إلى أهدافها إذا لم نضع الموارد الملائمة ولم نخصص الموارد الملائمة لتعزيز التربية الإعلامية والرقمية. علينا أن نطلق ثورة تكنولوجية، علينا أن نتمكن من أن نعمل مع الشركات التكنولوجية الكبيرة وأن نضعها أمام مسؤولياتها. فمن غير المقبول أن نسمع مثلا أن الخوارزمات وأن العمليات الحسابية هي التي تقرر كيفية العمل على الانترنت، فنحن يجب أن نعرف أن حتى شركات التكنولوجيا الكبرى هي التي باتت ترفض اليوم أن يتدخل أي أحد في تقنياتها. ونحن إذا لم نطلق الحوار الجدي مع هذه الشركات، شركات التكنولوجيا الكبرى، لن نتمكن من أن ندرأ المشاكل. أخيرا، هناك الخوف من الحكام، من الرجال الأقوياء. أتكلم ليس فقط عن الولايات المتحدة الأمريكية، حتى عن الفلبين وعن تركيا وعن غيرها من البلدان. عندما يقول البعض أن وسائل الإعلام هي عدوة الشعب، هذا يؤدي إلى تداعيات سيئة جدا على الصحفيين. سوف أحضر مؤتمر لندن في تموز يوليو، ويجب أن نكرر هذه الرسالة في مؤتمر لندن. فالقيم الإنسانية هي التي تحمي الحريات الإعلامية والحريات الشخصية. علينا أن نكرر هذه الرسالة دائما، ولكن بعد أشهر إذا ما فازت الأحزاب التي لا تؤمن بهذه القيم في الانتخابات، فسوف نكون في محنة أكبر. ومن هنا أهمية المسؤولية السياسية والوعي السياسي للناخبين.
شكرا للجميع. فإذا أنا سأفتح المجال أمام الأسئلة، يمكنكم أن تطرحوا الأسئلة باللغة الإنجليزية أو العربية. Please use your microphone if you're asking your question in Arabic. سعادة السفيرة لامورور، قلت إنه لدى قراءة مقال تبحثين عن مصادر، معظم هذه المصادر سواء كنا نتكلم عن مقالة، ما عدنا نسمع المتحدث لأنه لا يستخدم المايكروفون. إذا ما أمكن لأحدكم أن يلفت نظر المتحدث إلى أن المايكروفون الذي يستخدمه ليس شغالا. فإذا سأكرر، كندا تقوم باستثمارات تاريخية لتحسين صحة النساء والبنات حول العالم، وأعتقد أن هذا الاستثمار هو ما يقارب 1.4 مليار دولار كندي. هل أن أي جزء من هذا التمويل يعود إلى حرية الإعلام أيضا وإلى تعزيز التربية الإعلامية؟ لن أتمكن من الإجابة على هذا السؤال الآن، وإنما أود القول أن هناك إعلان أيضا تم القيام به في نفس المؤتمر الذي عقد في فانكوفر في بداية هذا الشهر، إعلان عن 300 مليون دولار، والمستهدف هي المنظمات النسائية. ولا أعرف ما هي المعايير التي سيتم استخدامها لتحديد كيفية تخصيص هذه الأموال، وإنما ما أعرفه هو أن المبالغ الكبيرة التي ذكرتها سوف تركز على الصحة الإنجابية والتغذية، وأيضا هناك جزء من التمويل سوف يذهب إلى المنظمات النسائية، ربما بعض المال سيكون موجها إلى المنظمات التي تعمل على مسائل النساء. وإنما في هذه المرحلة المبكرة من الصعب أن نقول ما هي الأمور فعليا. ما أريد قوله فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، مؤخرا كان هناك جهود قام بها بعض الصحفيين لكي يحدثوا توازنا بين مصادرهم، يعني مثلا يقومون بإعداد التقارير حول مواضيع محددة، مثلا النفط والغاز، الاقتصاد، الحياة السياسية، الرياضة وإلى ما هنالك، وأيضا إعادة إحداث توازن معين، يعني مثلا كم هناك من مرأة من بين مصادري. فإذا هناك سعي إلى تنويع شبكات الاتصال لكي لا تتكرر الأصوات نفسها، وكيف يغير كل ذلك المعادلة، لأن هذا الأمر يغير المعادلة بالطبع. بعض الأشخاص يعتبرون أنه ما من خبراء، ربما أن الخبراء فقط يكونون من الرجال وما من خبراء نساء، فإذا يجب هنا تغيير هذه العقلية والذهنية. من المهم أن يتم إسماع أصوات النساء حتى، وهنا لا نتكلم فقط عن مسألة النساء ضد الرجال وإنما عن مسألة عمومية، يعني يجب فعلا توسيع رقعة الأصوات. ربما بالطبع لم أجب مباشرة على سؤالك لأن الإجابة ليست لديك، وإنما هو نطاق علينا أن نعمل عليه أكثر كحكومات وكصحفيين لكي نتأكد أن هناك توازن أكثر على المستوى الجندري ولكي نعكس تنوعا أكثر في المجتمع. نعم شكرا، أعرف أنك ستكون يوم الجمعة لكي سوف تكون الجمعة لحضور الجلسة حول الأقليات ووسائل الإعلام. نعم
في الواقع المؤتمر الذي عقد كان حول صحة النساء بشكل خاص وحقوق الإنجابية، فإذا الموضوع بعيد قليلا عن هذا. سعادة السفير العربي، كنا ننظر دوما إلى كندا، إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية كقدوة في تعليم التربية الإعلامية، وفي الثمانينيات والتسعينيات وفي الثانويات وفي كثير من المدارس في المملكة المتحدة كان هذا المفهوم واسعا جدا حتى في معظم المدارس. هل هذا هو الوضع أيضا اليوم؟ لأنه مؤخرا أسمع أن هناك نوعا ما، خاصة بعد بريكزيت وبعد ما حدث، كان هناك تراجع نوعا ما في حركة التربية الإعلامية. هل أخبرتنا أكثر عن ما هي الوضع في المملكة المتحدة خصوصا فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية؟ نعم بكل سرور. بكل صراحة أعتبر أنه موضوع تهتم به المؤسسات التعليمية والتربوية أكثر فأكثر، وهناك مواد تعليمية أيضا بهذا الخصوص، والعناصر التعليمية تذهب بهذا الاتجاه، ويمكننا أن نعطي الكثير من الأمثلة عن هذه المسألة، وهذا ينطبق أيضا على الكثير من المنظمات التي تقوم بعمل دؤوب. لدينا مثلا منظمة اسمها BBC Media Action، هي ضريعة خاصة في هذا الموضوع، سواء كان ذلك في أفغانستان وهنا في الشرق الأوسط، في شمال أفريقيا، في أفريقيا وحول العالم. كما قلت، الجهود تكتسب ضخما مع الاتحاد الأوروبي ومع غيره من الهيئات، يعني يتم البناء على خبرة BBC وإلى ما هنالك. هذا فقط مثال، وإنما أيمن أثار نقطة مهمة وهي أهمية استثمار الأموال. نحن لدينا قسم حول الإعلام الثقافي والرياضة، وسوف نقوم بإعادة النظر في كيفية تخصيص الأموال أيضا في هذا الاتجاه. وهناك أمر آخر وددت أن أذكره على المستوى المحلي، نحن أيضا نقوم بالعمل مع أسكايز ومهارات لكي نبني قدرات الصحفيين هنا في لبنان، وأيضا هي مبادرة سوف نستمر في القيام بها. يمكن إيجاد كل شيء كما قلت على الإنترنت. مؤخرا هناك مجموعة من أصحاب نظريات المؤامرة، حيث أنه كان هناك حلقة نتفليكس حتى عن نظرية المؤامرة. أيمن، ذكرت أنه من المهم أن نعرف من يملك ماذا، من يملك وسائل الإعلام، وشكرا على فعلا أعطائنا هذه اللمحة الشاملة حول حرية التعبير وحرية الصحافة، وإنما هو واقع فعلا هو أننا نواجه كل هذه المشاكل أيضا في لبنان. هل قلت لنا ما تفعله منظمتكم مع مراسلين بلا حدود فيما يتعلق بملكية وسائل الإعلام؟ أنا مؤسسة سمير القصير قد وجدت بعد اغتيال سمير القصير في العام 2005، ونحن بالطبع نمنع حرية الإعلام وجودة المعلومات. فإذا فيما يتعلق بالرغبة على المعلومات في لبنان وسوريا وفلسطين، نحن نؤمن بأنه نحتاج دوما إلى البيانات المبنية على الأدلة لكي نناصر بشأن قضايانا. ومن بين المسائل التي لم يتم تغطيتها بشكل كاف هي معرفة من يملك وسائل الإعلام، لأنه في لبنان وهذه الحال أيضا حول بلدان المنطقة العربية، عادة عليك أن تبرر كل شيء أو أنك تقول الكل يعرف، everybody knows. دوما نبدأ كلامنا بالكل يعرف، كلكم بتعرفوا أنه، ولكن هذه ليست إثباتا كافيا. دوما إذا ما عدنا
إلى وزارة العدل، إلى كل الإعلانات التي تجدونها في وسائل الإعلام من خلال استقبالات المصادر المفتوحة، من خلال الاجتماعات المباشرة مع الموظفين ومن المدراء في وسائل الإعلام. وقد أخذنا مثلاً MTV، LBCI، Future، OTV، المنار، تليليبان، MBN، تليليميال، أخذنا كل وسائل الإعلام هنا وأيضاً الجديدة، ولكننا لم نضمن مثلاً الميادين التي مقرها مثلاً في لبنان وإنما لديها تركيز إقليمي. تماماً كما يقال بالنسبة إلى الصحف العشرة الأولى، الإذاعات العشرة الأولى والمواقع الإلكترونية العشرة الأولى بناءً على بيانات الجماهير، وطلبنا إليهم أن يفتحوا بفاتيرهم أمامنا وسألناهم إن كانوا مستعدين ليكونوا مشففين، وذهبنا إلى وزارة العدل لنرى من يملك وسائل الإعلام هذه على الورقة. كم منهم فتح دفاتيره؟ ثلاثة من أصل 38، ومن استجاب لنا 7 من أصل 68. وقد نظرنا إلى أسماء المالكين، فإذا لديكم شركة مثلا تملك 10% من LBCI، وإذا ما نظرنا إلى من يملك هذه الشركة سوف نعرف أنهم الأشخاص الذين يمتلكون 50% من LBCI. إذا ما أخذنا صحيفة الديلي ستار، وهي صحيفة أسسها كامل مروي، مالك مروي وهو من رئيس مجلس إدارة الديلي ستار وأيضا نائب رئيس مؤسستنا، ولديه 0.7%، لأن هناك بيعة، كان هناك بيعة كاملة وقد باع كل شيء عائلة الحريري. ولكن إذا ما نظرنا إلى الدفاتر والكتب نرى أن من لديه 99.9% هي شركة قابضة، تملكها شركة قابضة أخرى، فإذا هناك 5 طبقات هنا من الشركات القابضة وصولا إلى الشركة القابضة الأخيرة التي هي مسجلة في جزيرة. فإذا مثلا أيضا لديكم صحف أخرى، الأخبار، التي يملكها رئيس تحريرها وأيضا أخرى أو آخر اسمه يوسف وهبي، ليس لديه أي سجل. من هو يوسف وهبي؟ لا أحد يعرف، ما من سجل فيه أبدا. وترون أيضا أن مديره التنفيذي السابق ما زال لديه جزء صغير من الأسهم، عندما سألناها عنها قالت أن لديها فقط الواجهة للاستثمار الصغير الذي قام به نجيب القاتل في الأخبار، أنا لا أملك شيئا بل هذا هو ماله. فإذا هذا هو نوع المعلومات الذي دوما ما كان مبنيا على الأدلة. نحن أخذنا معلوماتنا moms.famedia.org ولم نقم بأي توصية، بل هدفنا هو أن نجعل المعلومات متاحة إلى العلن، ونأمل بأن لا نكون خاطئين ومخطئين بالنسبة للبعض منها، لأن هذا يعني أن وسائل الإعلام إما أنها لم تحترم القانون بما أنها لم تبرز بياناتها إلى وزارة العدل، أو أنها كانت مسرورة، أو أننا سنكون مسرورين بتحديث موقعنا الإلكتروني إن كانت هذه الوسائل مستعدة لكي تخبرنا بالحقيقة. فإذا عندما نعرف بحسب من تعمل وسيلة الإعلام، من يمولها، من يملكها، فيصبح ذلك جزء من التربية الإعلامية، وهذا يساعدنا على أن نفسر بشكل أفضل ما هو مقدم. طبعا متابعة هذا من بين المحاضرات الأساسية التي نعلمها في الثقافة الإعلامية، وستنخرط فيها الدول العربية أكثر فأكثر. هناك دول عربية أخرى، تونس، المغرب ومصر، لديها كبلدان صفحاتها، وأيضا في المنطقة لدينا تركيا، وزارة التعاون الألمانية أوقفت هنا التمويل، ولكن هناك الكثير من الجهود للاستمرار في تحديث عملنا وصفحتنا، ونقوم بتحديثها مرتين في السنة، يمكنكم الاطلاع عليها. شكرا على جهودكم. هل هناك من أسئلة في القاعة؟ نبدأ بإسماعيل. My name is Maila Mushkadi from Jordan. My question is addressed to Mr. Rambling regarding the media literacy and its support. First, I'd like to remind you that in World War I there was a media office that, or in the United States, it used
to push the American people to support the UK in World War One and also in World War Two. BBC would tell the truth, but not the whole truth, and this has led to the victory of the UK in World War Two. Now, the support of the UK to the media literacy, will it lead to any damage for Great Britain, especially after the Brexit? Especially if there would be, for example, a war on Britain without any support from the EU. نجيب على كل سؤال على حدة. شكرا على هذه المعلومات التاريخية. بشكل أساسي نحن لا نخاف من هذا. ونحن ندعم حرية الإعلام وكل أدوات التربية الإعلامية بالطريقة التي كنت أتحدث عنها. هي ليس فقط لأنه من المهم أن نصل إلى الحقيقة، وإنما لأننا نعتبر أنها جزء مهم جدا من الحقوق لتطوير مجتمع جيد. ولكن إن بدأ الأشخاص يعتقدون أن الولايات المتحدة كنتيجة لذلك، لا أدري، أنا كنت في هذه المنطقة منذ وقت طويل ولا أعتبر أنه سوف نلقى انتفاضات حيث لم نلقاها من قبل. إن النقاشات الحقيقية والصحيحة وعقد المحادثات الجيدة هي حجر الزاوية بالنسبة إلى التنمية والتطور في هذا الجزء من العالم، ونحن نريد هذا النوع من النقاشات. ونحن نعتبر بالطبع أنه أحيانا نحن نخطئ وإنما نتقبل الانتقادات، وهذا يدخل في صلب تقليد كبير وقوي جدا في بلدي وفي بلد إيمانويل، وهو أن الأمور لا تقتصر فقط على حرية التعبير وإنما أيضا حرية الصحافة. يعني أنه لا يمكن لأحد أن يقول ولو ثانية أنهما من حرية للصحافة. فإذا نحن مرتاحون في جهودنا ومبادراتنا وسنمضي قدما فيها. أي أسئلة أخرى؟ Good afternoon, Saifa Deen from Iraq. My question is for Her Excellency, the Ambassador of Canada. How do you explain the stance of Canada when it comes to the support of organizations? So my question is addressed to Her Excellency, the Ambassador of Canada. How do you explain Canada's stance when it comes to supporting organizations pretending that they support the rights of women, especially in the Arab world? If you can recall what had happened to the Saudi girl, Rafiqa Noon, for example, some would believe that this would undermine the structure of the society, which is the family. Now, as academics and as teachers, that incident was for us an aggression to the structure of the society, and we've warned against this action. Now, how come the Canadian authorities, how come they marketed this incident within the media literacy? So how did they present this incident to the students at schools and universities? How did they present this case? It's the incident of the Saudi girl Rahaf Al-Gunun, who was in fact somehow adopted by the Canadian authorities. With that being said, and on behalf of NAU, the Outreach and Civic Engagement Department and the Peace Relation Programs, we would like to take a moment to express our tremendous gratitude by thanking all the schools who have contributed to this campaign. We would also like to recognize the top three contributors. شكرا على السؤال. إذا ما كنت قد فهمت سؤالك جيدا، أنت تسأل عن تغطية قصة رهف محمد التي غادرت المملكة العربية السعودية وأتت إلى كندا كلاجئة. السيدة رهف محمد ليست الشخص الأول الذي تستضيفه كندا مخافة على حياتها، نظرا إلى
تاريخ كندا الإنساني في استضافة الأشخاص مخافة على حياتهم. طالما استضافت كندا صحفيين أيضا أشخاص من مجتمع الميم النساء الذين كنا معرضات للخطر وناشطين في حقوق الإنسان. فإذن هذا كان جزءا من جهد أوسع، وهي قضية بالطبع احتلت وسائل الإعلام لأنها حدثت بينما كان هناك حوادث أخرى أيضا في صدد العلاقة أيضا مع المملكة العربية السعودية، وخلق ذلك طبعا توترا من العلاقات مع المملكة العربية السعودية. وأعتقد أن الاهتمام الذي أعطته وسائل الإعلام كان ضمن هذا السياق، يعني سياق علاقات تدهورت لسوء الحظ. وطبعا لم تكن نية الحكومة هنا في أن ينتهي بها الأمر إلى علاقات بهذه الصعوبة، ولكن في النهاية كان هناك قرار لاستضافة سيدة محمد التي تعيش الآن في كندا. ولكن أود أن أركز على أنها ليست حالة فريدة بنوعها، إنها حالة حظيت بتغطية عالمية كبيرة. كندا تستضيف في كل سنة 300 ألف كندي جديد، ومنهم عدد كبير من اللاجئين، يعني أشخاص يخافون على حياتهم. إنما قضية السيدة محمد حظيت بانتباه كبير، وإنما إذا ما لاحظتم بعد وقت قصير من الحادثة أرادت أن تعيش حياتها في كندا، أرادت أن تستأنف حياتها، وبعدها انخفض اهتمام وسائل الإعلام. وبالطبع كامرأة عمرها 18 عاما هي كانت تحتاج إلى خصوصياتها لكي تبدأ حياتها ضمن سياق بالطبع تخيلون أنه صعب جدا، لذلك انتباه وسائل الإعلام تراجع كثيرا بشأنها. وأنما وسائل التواصل الاجتماعي بالطبع ركزت كثيرا عليها في مرحلة معينة، الكثير من الشبكات كانت تعيد التغريد. وعندما قامت كندا باتخاذ القرار باستضافتها كلاجئة كانت أصلا معروفة حول العالم. وهل هذا يجيب على السؤال؟ لأنني لم أسمع الترجمة. وصلك الجواب؟ How did Canada market this case in its curricula? Because for us in the educational curricula, we've considered it as if it was an interference in the privacy of the society. So it's as if Canada has interfered in the rights of that society. Because it's stereotyping. My question is to Mr. Ayman Mohanna. We always call for the freedom of expression and freedom of press. How can you distinguish between the two, and how can we talk about also the religious specificities of the people? It is a difficult question, but just the two points that I would like to raise. As supporters of the freedom of expression, it would be acceptable to put limits to the freedom of expression in two cases. The first case, when there's a call for hatred, when there's a direct call to commit acts that are punished by the law. For example, calling for a killing, for a hatred, for the persecution of a certain category of the society. And there should be here a link. So if a small media outlet that has a very weak impact called for killing and for hatred, it would not be punished the same way as a huge media institution that has millions and millions of followers and that had called for
for the same killing. And even the constraints they have to be appropriate to the size of the act. The second limitation is the fact that my freedom stops when the freedom of others begin. فإذا هناك قيدان مقبولان في مجتمعنا كمدافعين عن حقوق الإنسان. هناك قيدان لحرية التعبير، أولا خطابات الكراهية، خطابات القتل والتمييز، وفي الوقت عيني حتى في هذه الحالات نوع العقاب ضد الأشخاص الذين ينادون بهذا الكراهة يجب أن يكون متناسبا مع الخطاب ومع الرسالة. يعني لا نتكلم هنا عن نفس التداعيات عندما يكون لديك مدونة فيها 5 متابعين تدعو إلى الكراهية، أو مدونة أخرى لديها الملايين والملايين من المتابعين. والقائد الآخر هو أن حريتي تتوقف عندما تبدأ حرية الآخر وليس عندما يبدأ معتقد الآخر. أنا أعرف بالطبع مصر هنا تثير الجدلية في المنطقة العربية. إذا ما منعت شخصا من دين آخر من أن يعيش دينه ومن أن يعيش تقاليده وأن يطبق طريقة عيشه، فعندها يمكننا أن نعتبر أن هذا انتهاكا لحقه وحريته. وإنما إن لم أحترم ما يؤمنون به وقلت ذلك بصوت عال بدون أن أمنعهم من ممارسة ديانتهم ومن أن يقولوا دينيتهم، فعندها لا يمكنني أن أقبل أي قيد هنا. أنا يحق لي أن أقول أنني لا أحترم دينك، أو أن مثلا دينك يعتبر ضد حقوق الإنسان. أنا أقول ذلك ليس جريمة، لا يمكن أن أعاقب على هذا الأمر. أنا لا أحترم تقليدك وإنما أسمح لك بأن تستمر في ممارسة تقليدك وأحمي حقك بأن تقوم أو تتبع تقليده، ولكن لا يمكنك أن تمنعني من التعبير عن رأيي. هذا من قلته مانويل عندما قلت أن هناك خط أحمر يتم رسمه عندما نتكلم عن خطاب الكراهية. هناك طبعا تقاليد مختلفة بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ولبنان، فإذا أين نرسم هذا الخط تحديدا؟ لا أدري إن كان بإمكاننا أن نعطي بعض الأمثلة فيما يتعلق بوقف حرية التعبير أن تتحول إلى خطاب كراهية. لست خبيرة قضائية، وإنما الكثير في كندا مبني على القانون. هنا تكلم عن قرارات يعتمدها القضاة، وإنما القضاة الكنديون الحمد لله قد استخدموا تعريفا دقيقا لخطاب الكراهية. فإذا عندما نقول خطاب كراهية يعني أنك تحث على الكراهية بشكل ناشط حتى تعتبر على أنك مسؤول جنائيا، وهذا يعني أنك تحرض على العنف وعلى القتل ضد مجتمع محدد. وطبعا هذا يجب أن لا يتم مسامحته حتى، ويصعب أيضا برهنته، يجب برهنته ضمن إطار المحكمة. يعني يجب أخذ مثلا تدابير في المحكمة. في كندا طبعا هناك بعض الصحفيين أو المذيعين الذين يستهدفون مجتمعا معينا ويحرضون على الكراهية يوما بعد يوم، مثلا تدمير ثقافة بأمتها. وفي هذه الحالات أعتقد أن علينا أن نعتمد تدابير ملائمة بطبيعة الحال، لأن هدف حرية التعبير هو هدف ثامن بحد ذاته، وهذا الهدف يهدف إلى تقديم معلومات للمواطنين لكي يتمكنوا من أن يشاركوا بطريقة ناشطة وموثوقة في مجتمعهم. يعني يجب أن يكون هناك خطاب يشجع بطريقة ناشطة، أو يجب منع أي خطاب يشجع بطريقة ناشطة على العنف. هو سؤال مهم جدا، وأعتقد أن الكثير من الدول والمجتمعات انخرطت فيه.
مجرد بضع أمثلة. هناك تمييز بين من مثلا يستخدم خطاب الكراهية ووسائل التواصل الاجتماعي ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي التي تستضيف الأشخاص. ونحن نؤمن بأن منصات التواصل الاجتماعي يجب أن تبذل جهودا لمنع استخدام منصاتها ترويجا لخطابات الكراهية. ماذا عن الصحفيين الذين يقدمون تقارير بشأن ذلك وبالطبع ينزلون هذا المحتوى لكي يتمكنوا من أن يقدموا التقارير بشأنها؟ أين نضع هنا هذا الخط؟ أين نرسم هذا الخط؟ خصوصا فيما يتعلق بمنصة وسائل التواصل الاجتماعي بحد ذاته وعضونا النقطة إيمانويل حول الواجبات، أين تبدأ هذه الواجبات؟ وليس هذا ما نتحدث عنه تحديدا فيما يتعلق بالصحفيين والممثلين القضائيين، ولكن بالطبع سيكون هناك بعض الدول التي ستحدث في هذا الإطار. لدينا بعض سؤالان فقط، فإذا آخر سؤالين من فضلك. إبراهيم from Jordan. My question is for any of the speakers regarding the space of the freedom of speech in the Arab region. I think that we have a confusion in legislation. In Jordan, for example, we have the law on press and cyber criminality and the penal code, so a confusion in those laws, and this leads to huge problems in the Arab region, and this leads to a decline in the space of freedoms. Now, the question for the donors is, how come there is no firm procedure with the states that receive your money but do not introduce any change in terms of freedom, especially that you can know about the situation of these states, especially through the regular and periodic discussions on human rights reports? So thank you. يترجم السؤال، يعني الصحافي المدون لا يعرف أي قانون يتم محاكمته بناء عليه، يعني القانون المدني، القانون الجنائي، قانون العقوبات إلى هنالك. فإذا الزميل يسأل لماذا تقوم الحكومات التي تمول بعض البلدان، لماذا تتابع ما إذا كانت هذه البلدان قد أحدثت أي تغيير؟ نعم، يجب أن يتم اعتماد هذه التدابير تجاه الدول، هذا صحيح. العلاقات بين الدول هي معقدة جدا. نحن ننفق الكثير من الأموال هنا في الأردن في بلدان عدة، وهناك مشروطية معينة مرتبطة بالتمويل بالطبع، ونحن لا نقدم الدعم المباشر في هذا الإطار. نحن نقوم بذلك من منظمات مثلكم بالطبع، ولكن السؤال الاستراتيجي الكبير حول ما الذي علينا أنفقه على التعليم في لبنان وفي الأردن، كلها قرارات تعتمد ليس بناء على مسائل محددة تتعلق بمثلا حرية التعبير وحالة حرية التعبير مثلا، وإنما في الواقع الاتجاه الذي يتخذه البلد، وهذا يشكل جزءا من كل هذه الاعتبارات. هناك الكثير من المسائل الهامة التي يجب التركيز عليها في هذه البلدان، وسننظر إلى الطبيعة الطبيعية الكتابة كما قلت. طبعا أنا لن أعطي مثال أي بلد محدد. أحيانا تكون المسائل معقدة، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الأمنية، يعني الجيش، الأمن العام، قوى الأمن الداخلي. أعرف إلى أي حد أنتم تدعمون الشرطة المجتمعية؟ ما هي المحادثات مثلا التي تجرونها معهم؟ دبلوماسية تعني الانفراد والمشاركة، يعني أحيانا
قضايا معينة أيضا يكونوا غير صحيح. نحن نفضل عادة العمل مع المجتمع المدني والاستمرار في المؤسسات والمؤسسات مع الكثير من المؤسسات الحكومية المتنوعة، لأنه عندما يتم إقفال الباب لا يعود هناك أي تأثير. قد تبدو الأمور جيدة في مرحلة معينة ومن ثم بعدها هذا يجب فعله. فإذا نحن ناقشنا في هذه المسائل، نحن ناقشنا مسائل حقوق الإنسان في بلداننا وليس فقط في بلداننا، في البلدان التي كنا نتواجد فيها. وعندما نرى أن هناك أي نوايا حسنة طبعا نقدم حتى الدعم التقني المشهورة والنصح حول القيام بذلك. وعندما يكون هناك أي قضايا مثل القلق، عندما نرى مثلا قضية قلق طبعا نحن نصيب هذه القضايا، فنحن نعم نتتبع كل هذه المسائل. لن أدخل في التفاصيل وإنما هذا جزء من العمل الذي نقوم به ومبادرة المؤتمر في تنظيم الأمور جزء من جهودنا التطوعية، يعني أن نأتي بالحكومات المنظفة حول الطاولة وليس لديها كلها طبعا نفس المقاربة حول حرية التعبير وحرية الثقافة، ونحث هذه الحكومات على التحدث عن هذه المسائل. ونسأل هنا كيف طبعا هي بالأحرى ما هي الخطوات التي يجب أن نعتمدها وما هي الطريق إلى ذلك؟ نعم. Media literacy between reality and what we hope for, between reality and expectations. So, in my opinion, who owns the media? Are they owned by the human and political reality, so the decision makers, or those who have their own theories? And how can we move to the expectations? And I consider that as something very different. The question is for you. يعني كيف لنا أن نبني ملكية إعلامية أكثر شفافية وأكثر ديمقراطية؟ ليس لدي أي إجابة على هذا السؤال، أنا متواضع جدا. ولكن دعونا لا نركز على المسائل الكبيرة، لأن مسائل الإعلام الكبيرة حاليا يصعب إصلاحها فيما يتعلق بملكيتها على الأقل في منطقتنا، وإنما هناك بالطبع مشهدية جميلة تبنى ربما بسبب الخوارزميات لا تصل إلى الجماهير التي تستحقها، وإنما هناك الكثير من وسائل الإعلام الصغيرة وقد أصبحت أكبر اليوم وهي ما زالت تكبر وهي تستحق دعمنا. بالطبع تلقي التمويل هو مهم، وإنما أيضا يجب ربط هذه الوسائل بأفضل العقول التقنية وأفضل المستثمرين لكي نوصلها إلى حد أبعد. أعطيكم بعض الأمثلة. في لبنان مثلا إذا ما فكرنا بدرجة السفير العربي، ميجافون، رصيف 22، حبر في الأردن، مدى مصر في مصر، انتفاضة في تونس، العالم الجديد في العراق خاصة في بعض المشاريع، الجمهورية في سوريا، عنب بلدي، سوريا أنطود، كلها مبادرات هي حول الصحافة المستقلة ذات الجودة العالية. دورنا أن نقول لهم هل يبنون حسنا أم لا، وأن نشجعهم بدلا من التركيز على وسائل الإعلام التقليدية التي هي مرتبطة بالمصالح الاقتصادية والسياسية. حاليا لدينا منصات مهمة جدا لوسائل الإعلام الجديدة التي يمكننا أن نشجعها. أنا أوافقك الرأي تماما، وأود القول فقط أن وسائل الإعلام المستقلة هي مهمة جدا، وأنا ما أريد أن أركز أيضا على أهمية قراءة الأمور الأخرى أيضا، يعني الصحافة الصفراء الشعبوية، لأن كل وسائل الإعلام في نهاية المطاف تمثل الأشخاص، ربما ليسوا أشخاصا توافقون معهم وتتفقون معهم أو تحبونهم، ولكن من وقت إلى آخر عندما أقرأ وسائل الإعلام التي لا أحبها ولا أوافقها معها قد أجد معلومات لا أراها في وسائل الإعلام المستقلة التي أفضلها أو في وسائل الإعلام السائدة التي أفضل أن أعتمد عليها لمعلوماتي. وأعتبر أنه أمر مهم بغض النظر عن أين أنت في المشهدية السياسية وما هي معتقداتك، من المهم أن تتبع نصائح البروفيسور أستاذي وأن
تمضي في نفس الاتجاه. وأردت أن أضيف شيئاً في هذا العالم المليء بالحقائق المشوهة لا تعلق هنا في هذا المستوى، وهو رسالة نعطيها لكل الطلاب. ربما نمر في مرحلة صعبة، وإنما الأهم هو أن نحافظ على موثوقيتنا ونؤمن بأننا سنرى طريقة أو سنجد طريقة للاحتفاظ بهذه الموثوقية والثقة العالية. سيكون هناك ثورة تساعدنا على الحفاظ على موثوقية المعلومات، لذلك أفضل طريقة للنجاح هو أن لا نعلق في المغالات وفي الأخبار الزائفة، بل أن ندخل في كل هذه المهارات الصحفية أو أن نبني هذه المهارات الصحفية التي تبرز الحقيقة ولا شيء سوى الحقيقة، وهذا ما سوف يخلق تلك الشعبية الكبيرة. شكرا جزيلا، وددت أن أقول لكم أنه لديكم دقيقة كل واحد لكي تعطونا ربما توصياتكم. لدينا أكاديميين وصحفيين وناشطين، ما هي النصيحة التي تعطونها لكل المشاركين ليعودوا إلى بلدانهم وإلى مجتمعاتهم ولكي ينشروا الثقافة الإعلامية والعدالة الاجتماعية وإلى هنالك؟ إذا نبدأ بك أولا. أولا، البحث عن مصدر إلهام. أيا كان الميدان الذي تعمل به، يجب أن تجد أمثلة عن أشخاص تحب قصتهم، وهناك الكثير من هؤلاء الأشخاص. نتكلم عن أفراد وعن إنجازات هؤلاء الأفراد وما نجحوا به، وكصحفيين ناجحين وكمتمتعين بمهارات. أفكر هنا ببعض الأمور البسيطة من المملكة المتحدة، وإنما بالطبع تغيرت الأمور، إن كان ذلك في البرلمان أو على صعيد القاعدة الشعبية في الستينيات. بالطبع حدثت أحداث كثيرة في المملكة المتحدة، فإذا يمكن أن نعطي أمثلة متعددة عبر التاريخ. الذي لو كنت أتجرأ على أن أعطي نصيحة هنا إلى الصحفيين، أعتبر أن عملكم مهم جدا، وأود أن أقول فقط أنني كمواطنة وكسفيرة أنا أقدر كثيرا كل ما تفعلونه. أعرف أنه مليء بالمخاطر أحيانا من فضلكم، حافظوا على أمنكم، هذه النصيحة التي أعطيكم إياها، وعدا عن ذلك المعلومات هي مصدر قوة، لذلك لا تتشطروها. هي تمزح، المعلومات هي مصدر قوة، استفيدوا منها بطريقة تتشاطرونها مع الأشخاص. فإذا تشاطروا هذه السلطة مع الآخرين، عندما يكون لديكم تلك القوة استخدموها بطريقة جيدة، احذروا وابقوا آمنين، لأن الأشخاص الفاعلين والأقوياء بالطبع يتم تسليط الضوء عليهم أكثر من غيرهم. دعونا ننسى أيضا أهلا فيما يتعلق بالتربية الإعلامية. بالطبع ربما نحن نبلي بشكل أفضل الآن مع الأجيال اليافعين، ولكن عادة من يقعون ضحايا هذه المعلومات هم الأهل، أهلنا. يعني ربما لم نتطرق لهذه العناصر فيما يتعلق بوسائل الإعلام، أعتقد أنه أمر يمكن لأمدلاب أن تفكر به، خاصة للأشخاص الكبار في السن، أشخاص مثلي يعني، لبل أكبر سنا حتى. شكرا جزيلا لكم.